فشلت في حاجة ابقى فاشل، اقولها بطريقة اشيك، اجملها، اروح للناس تطبطب عليا تسمعني الكلام غير ده، ماشي ماشي، بس انا فاشل في النقطة دي، دي الحقيقة والحقيقة مش عجباني. طب لو عايز اغيرها الحقيقة تعجبني، ده اللي لقيته في كتاب 101 مقال هيغيروا طريقة تفكيرك. انا ملك مجدي وده الفلتر. النقطة الخامسة، الصفحة السابعة، المقالة الاولى من كتاب 101 مقال هيغيروا طريقة تفكيرك، انا هقولها من غير تجويد. بتقول انت معتقد انك عشان تغير معتقداتك عن نفسك محتاج تغير طريقة تفكيرك، بس الأحسن والأصح إنك تغير خبرتك اللي خلتك مصدق الأفكار دي اللي واخدها عن نفسك. المعتقدات هي الحاجات اللي عارف إنها حقيقة عن نفسك، عشان في دلائل كونت الخبرة دي عندك. الدلائل هي المواقف والتجارب. لو عايز تغير حياتك غير معتقداتك، ولو عايز تغير معتقداتك غير خبرتك اللي خلت ده حقيقة بالنسبة لك. حلو، يعني إيه؟ هي واضحة، أنت فهمت وأنا فهمت، بس هبسطها بقصة. كانت أكبر مشكلة في الدراسة هي الإنجليش، كل سنة بتعدي برزقها، بس ليلة ثانوية عامة كنت مطمن جدا عشان أنا مش عارف أي حاجة، ولو جبت حاجة واحدة بس صح هيبقى أكتر من مجهودي ومعرفتي في المنهج. فالحمد لله الامتحان جه وبدأت أسخن، هسقط، مش عارف حاجة، وهتبقى أول مرة في حياتي أشيل مادة. في نص الوقت اتصرفت في كل الأسئلة، وفي 9 أسئلة بس مرضتش أخدهم من حد، حليتهم بمجهودي عشان كنت مقتنع بإجاباتهم. يوم النتيجة جبت 41 من 50. طبعا عرفت 9 درجات راحوا من أنهي أسئلة، وقررت أدخل تجارة إنجلش، وحضرت أول محاضرة، شفرات بتتقال والكلمة الوحيدة اللي فاهمها عشان بتتكرر كتير، وكانت اسم المادة اسمها تريد، يعني تجارة. اتضايقت جدا من نفسي، وخصوصا أني بسأل اللي جنبي كانوا فين وفي مدارس إيه، كلهم جايين من مدارس بعدها كلمة International School أو Language School. بدأت أذاكر مع نفسي، فتحت أول درس وقلت الكلمة اللي مش هعرفها أترجم، أول صفحة ترجمتها كلها، بعدين الكلمات بدأت تتكرر، بدأت أحفظها من غير ما أحس. المحاضرات اللي كنت بروحها كنت بنام فيها، بس في يوم بدأت أسمع الدكتور بيتكلم وأنا فاهم هو بيقول إيه، ومن وقتها عرفت إني كنت مفكر نفسي فاشل في الإنجليش، عشان عمري ما حصل حاجة تحسسني عكس كده، بس لما فهمت الدكتور وهو بيتكلم كل حاجة اتغيرت. ما تنساش تعمل لايك وشير، واكتب لنا في التعليقات حابب تقرا كتاب ايه بس ما عندكش وقت، واحنا هنعمل حلقه عنه. والكلام ده مش كلامي، ده كلام كتاب 101 مقاله هيغيروا طريقه تفكيرك. سلام.